نعم. لا طب استنوا يا جماعه استنوا، انا عمري ما جيت هفت ابدا فيديو زي ده بالذات لما لقيت القمر سمراء. هوريك حاجه انا فاتحه اهو لسه ما قفلتش. بص كده، بص القمر سمراء ازاي كده. بتاع الهدر كان كانه في تراب. بيرضى حد ده؟ بيرضى مسلم؟ الفيديو بالذات ما جاش ابداه بتاع الجري ده بالذات اللي محصل فيه كده. يا ماما ودي ده، لا ده صوت اسود 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 كاني ما فيش لا شمس ولا نور ولا اي شيء. اضفت الجلابية يا اما يا سلام. لابسه تحتها حاجه ده كم ايه ده؟ كنت بتجاهل مش كده؟ يلا بتعملي عليا. لا مش عارفه اكمل انا. لا بنتي عايز فاهمه كده. وقت كملي بقى كملي. خسرتي الرجليه دي. طب استنوا كده. الحمد لله يا رب، لك الحمد ولك الشكر يا رب. يلا انت انا مود القضية قدرة ما زوقكيش، بس كتاب ربنا لزوقك وخليك رب. بس انا سيب الحزام ده هيتفتح هو كمان. شو يا اخي التعديل؟ انا لما حبيبتها تكبر ونعملها تاكل الجو كفا هو البنات كفا ما يجينا. خدت كرة؟ أول بونت أو أول 1-0 1-0 شاهد شاهد سيبيلها هي كده معاها 1-0 عليك. أنا حلفت بالله العظيم. بص يا فرقة أنا حلفت بالله العظيم. لا أنا حلفت كذا مرة في الفيديو ماشي وما رضيتش تسيبني. ما تفرقش عليا أروح أجيب لك واحد. أنا أروح أجيب لك واحد. ما تفرقش عليا حاجة. لا عشان حلفانة فيه وقعت منك أعمل كده عندي. ما تخليش بقى أتعطي يا شوفي. شوف 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 شعري باين شعري باين هتوصل الحته دي. بس انا بقول لك ايه، انا متضايقه منك ومتغاظه عشان انت قلعتيني الطرح. يلا يلا تعالي كده اهو برضه بتاخديني معاكي برضه. وانت يا ما بتصوري فين؟ شوف هتقصي ده كله والله براحتك بقى اهو. اما نشوف بقى كده بقى شنو فين عايزة تشوف. سارة يا ما سارة سارة يا عيني كيس فارفار اهم حاجه تكتب.
لا اهم ده اهم حاجه الكوره. الكوره ما تمسكينيش بعد ايه؟ طب حطي رجلك على الارض ليه يا حد الفعل؟ انا انت بطل استهبال بقى. اتلاقي زي ما بطل. خلاص الفرش على فكره. هي خدت الكوره المره دي هتجيب لك ثلاث اكياس المره الجايه. الفرش المفروض ما تجيبش الارض كده يا هديه. يا هديه. استني كده يا عم. اسكتي يا عم محمود. اه شفت بقى انت بتحط رجلها على الطينه على الارض ورجلها كده. ما تطلعش كده وحط رجلها على الارض احسن حزام تقطع. انت القعده على فيها دي مش خيطه والله. كل لعبه ليهم عبايه حزامها يتقفل. حمونا بقى انتوا اللي تنتهوا التاريخ. في واحد اكسرني بقى. العبش يا شاهد. بمسكها نعمل ايه؟ دي يا عم كده يا عم. براحتك بقى. من هاي العفاليه بقى. شوفي. يلا. ما تاخدي تلات ما تاخدي تلات كاس وتنزلي لي. ما تاخدي تلات كاس وتنزلي لي. بس خد لك تلات كاس. لا هي كفايه عليها كيسين. كيسين كده دمعه خمامه. بس احنا شيل ايه؟ خلاص انتوا اللي انا كنت عامله بوظتوه عشان تطلعوا غالي. يلا خليكي بقى على الكسوان. تعالى بفرقع عليكم. ماشي. انت كده هتفرقعي. تكسري ده. مش مشكلة. هتفرقعي ثمن ليه؟ هتفرقعي ثمن ليه؟ كده هتفرقعي ثمن ليه؟ بصي بتعمل حركات في سبيل ان احنا بنلعب وبنهزر. كده هتفرقعي. بس ممكن فعلا تكسر ده. هي بجد تعمل. مش هكلم تاني. يا جايبه اتنين شهد جايبه اتنين. امسك شويه شوف انت بتطلعي منين واطلع. الفريق الاحمر خسران والفريق الرصاصي كسبان. الاحمر ولا خسران؟
اما نشوف الفريق الاحمر ده اللي هيكسب والفريق الاسود هيعمل ايه. حطي يا شادي سابوني، خلي حد يحط سابوني. حط صابون يلا يا محمود. يلا بعدين الصابون كله في هدومي. اه 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 انت صابون امي. يا سيدي. طب بصي كده ليه؟ لما كده كده اتفرج. ماما ماما دي. محمود شيل وش رش كده وخلاص محمود كان بيبي. ايوه كده الحروف اهم حاجه حروف. عشان الحروف دي الواحد البيت يعملها. الناحية التانية برضه. ما السباحة يا مالا. بس. ماما. دو ماما. وانا خدت انا خدت كيس زيها. خدت عديك. انا لسه قايمة محمود هتوديك اسرائيل. خدت عديك. خدت كيس زيها. تعالى تعالى. ها؟ ده يلا نفتح مع بعض. انا بفتح. ما تكدبوش بيه صوتي. انا بعت البعض. افتحي جيم. خد كوره. خد كوره. لا هي واحده. واحده. يعني هي واحده بس. يلا. مش عارفه اقول. 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 مش عارف